هلا داليا، حابه ارحب فيكي في البرنامج. ثانك يو غالية حبيبتي. طبعا السنه اللي فاتت سويت انترفيو معك، كان قبل لندن فاشن ويك، وعرضتي مجموعتك هناك، بس اليوم حنتكلم على اخر مجموعاتك للسبرينغ سمر. سبرينغ سمر هلا بعدنا وي لونشت 6 مانث اجو تقريبا، وي ستارت سيلينج ات هلا هالصيفي بنبلش نبيعها. هي كانت ديفرنت، غير كل كولكشن بعملها. اول شيء سميتها حوالى العالم، لانه كل قماشه كانت ماخوذه من بلد من البلاد بالعالم. سو هيدا كان الانيشال انسبريشن تبعها. يعني هذا كان مصدر الهامك، انه رحتي كل، انت رحتي المكان واخذتي القماش ولا لقيتيه هنا مثلا في دبي او في مكان عربي؟ هلا انا بصممت القماش ذاته، سو انا بصمم القماش وانا برسمه ونحن بنطبعه هون بالامارات. مثلا اللي لبسيته القميص من صنع من اس اس 19 كانت انسبايرد تو يوروب، سو بتلاقي عليه بكون مثل بنايات موجودين باوروبا والنهر باوروبا والبيوت وكيف البيوت الصغيره. حلو. ايه. كيف كانت مرحله البحث لهذا الباترن للقماش؟ صراحه كان حبالي اعمل شيء من حوالين العالم بلا ما اضطر اسافر على كل بلد، لانه ما كان عندي الوقت الكافي. اكيد. سو قررت وقتها انه ارسم وصمم القماش ذاته، فقررت اخذها از ميدل ايست افريكا يوروب. اليوروبيان كانت عن البيوت والريفرز والشوارع اوروبا، اليابانيه كانت على التشيري بلوسم، اخر برنت كانت الميدل ايست افريكا، كانت مثل جنجل فيلينج فيها كل الالوان. ايش كان نوع الاقمشه والقصات اللي استخدمتيها لهذه المجموعه؟ استعملت كثير الشيفون بهالكولكشن عشان خفيف ومريح. لانه خفيف ولانه للصيف خفيف، والسلك، واستعملنا شوي من الكوتنز لانه دائما الكوتنز احسن شيء يعني بالاستعمال اليومي. سو كانت ميكس، وحطيت كمان شوي جينز دنم. حلو، لانه يلبق للصيف، لفتره الصيف كمان سهل الاستعمال. اكيد. ايش كانت ابرز الالوان؟ الاحمر، الزهر، وكان في الاورنج. قولي لنا ايش كان الفرق بين المجموعه اللي صممتيها للسبرينغ سمر هذه السنه والمجموعه اللي عرضتيها في لندن فاشن ويك العام الماضي؟ بيسكلي اكثر شيء كان الفرق الانسبريشن. الانسبريشن تبع لندن كان وقتها النجوم والنون والسما، هالمره كان الانسبريشن توتالي غير. وطبعا الالوان، الالوان الشتويه هي اسود وغوامق، والالوان الصيفيه مور فاتحه وفريش. كيف تقدري تسوي ستايلينج للقطع اللي تلبسيها في الصيف؟ مثلا انا شايفاك لابسه دي البلوزه حاطه عليها حزام، ايش الافكار اللي ممكن تعطينا هي للستايلز لدي باي داليا؟ هلا الحزام اكثر شيء انا بحسه بيعمل الاوتفيت توتالي ديفرنت وبيحليه كثير. اول شيء سبيشلي اذا المراه عندها خصر صغير، احلى شيء تبرزي نعومتك وخصرك. ايوه. سو البلت ديفينتلي نمبر 1. هلا الشيء الثاني اللي بيطلع دائما حلو هو الادينج نكلسز، وهلا لانه دارج ذا بيج تشانكي نكلسز اللي هن مور مثل تراديشنال، سو بيطلع كثير حلو اذا مثلا لابس الافريكان كولكشن تبعيتي، تحطي هدول الاوثنتيك نكلسز اللي يكون مثلا بيرلز كثير مع بعض. أيوة. او بيدز. أيوة. او بيدز او سيلفر. فهيدول كلياتهم بيطلعوا حلوين، بس اكثر شيء البلتس. وايش حتكون الخطوه القادمه ليكي؟ بعد شهر حننزل رمضان، والكولكشن حتكون موجوده بجده بربعيات. شكرا داليا على وقتك صراحه، من نجاح لنجاح ان شاء الله. ثانك يو حبيبتي.